السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخطاء غذائية شائعة في رمضان، البعض منها قد يدمر الصحة. متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. هناك العديد من الأشخاص يرتكبون أخطاء غذائية وتكون منتشرة بشكل كبير في شهر رمضان المعظم، سواء خلال وجبة السحور أو وجبة الإفطار وما بعدها، حيث إنه من المهم تناول الطعام بشكل متوازن في شهر رمضان والتركيز على الأطعمة التي يحتاجها الجسم دون إفراط. وجمع موقع ويبتب عددا من الأخطاء الشائعة سواء خلال السحور أو خلال تناول وجبة الإفطار والفترة التي تليها. يؤدي الإفراط في تناول الأغذية التي تحتوي على الصوديوم أو الملح مثل المخللات، وكذلك شرب المنبهات بكميات كبيرة مثل القهوة أو الشاي، إلى إدرار البول، مما يؤدي إلى فقد بعض الأملاح المعدنية من الجسم والإحساس بالعطش خلال فترة الصيام. تناول الوجبات الدسمة والسكريات. يظن البعض بأن تناول الوجبات الدسمة جدا والحلويات في السحور يزيل الشعور بالجوع، إلا أنه في الواقع يثقل المعدة ويسبب مشاكل في الهضم، خاصة إذا تناولها قبل النوم، فضلا عن أنها تسبب العطش. وفي مقابل ذلك، فإن الخضروات والفواكه هي أكثر ما يمنح الشعور بالشبع لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، والتي يفضل أن تشكل عنصرا رئيسيا ضمن التغذية في رمضان. شرب الماء بكثرة. يعتقد البعض أن شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة السحور قد يقلل شعوره بالعطش خلال فترة الصيام، إلا أنه من المستحسن شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر ونصف اللتر لتفادي مخاطر الجفاف. بدء الإفطار بالأطعمة الدهنية. يعد بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون كالمقالي والأغذية السمينة والدسمة من أهم الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها في رمضان، إذ يفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها مثل تناول التمر، فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، مما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة. تناول كمية كبيرة من الطعام. يقرر البعض بعد يوم من الصيام والجوع الشديد تناول كميات كبيرة من الطعام مرة أخرى مرة واحدة وقت الإفطار، إلا أنه ينصح بتناول وجبات صغيرة على فترات مثل وجبة وقت الإفطار ووجبة بعد صلاة التراويح ووجبة السحور. كل عام وأنتم بخير، رمضان سعيد على الجميع.